ان النهايه ديال المتتاليه كنشوفوها فقط او فوازيناج زائد ما لا نهايه، يعني بيجي وان فقط زائد ما لا نهايه. دونك عندي ليميت وحده هي عندما يقول ان الى زائد ما لا. الشكل ديال هذه النهايه كيفاش نكتبها؟ يا اما الليميت ديال يو ان الى كانت متتاليه هي يو ان بين قوسين، يعني ما نكتب ليميت يو ان، نكتب هنا ان يقول الى زائد ما لا نهايه، او باختصار كنكتب غير الليميت ديال يو ان فقط. اوتوماتيكمون كنكتب هاد الكتابه هادي، راه كنقول بان ان امبليسيتمون تونفير بلوس بلوس نافي. نعم، دونك علاش ما كنديروش بالنسبه للنقط؟ لان ما عنديش هنايا دي فوازيناج بالنسبه للنقط، سو سون دي بوان ديسكريت، دونك فقط كنشوفوا السلوك ديال النهايه ولا كنتضمنوا المتتاليه. اسكيل كرواسونت او دي كرواسونت او لا اسكيل طون فير بلوس لانفيني ولا موال لانفيني ولا كتقطعوا من عدد ثابت. نعم، دونك نتكلموا دابا على مصادق ديال التقارب. مصادق دونك عندي ثلاثة ديال لي كريتير. مصداق رقم واحد، إذا كان عندي واحد ثلاثة ديال المتتاليات دونك المصادق التقارب، غنتكلم على ناخدو تروا سويت لي هما يو ان و في ان، وناخدو كذلك دوبل في دوبل في ان، علما أنني كتبتهم بين قوسين فقط، يعني كيبداو انطلاقا من الزيرو. دونك هنايا يو ان، إذا كانت يو ان سي، إذا كان يو ان، دونك نكتبوها باختصار باستعمال شويه ديال المنطق، يو ان محصوره ما بين في ان و دوبل في ان، والليميت ديال دوبل في ان كيساوي الليميت ديال يو ان بالنسبة دابا نشوفو نهاية متتالية عددية، دونك نهاية متتالية، فقط كنتكلمو في نهاية متتالية كنشوف السلوك ديال المتتالية يو ان أو فوازيناج زائد ما لا نهاية، يعني كنشوفو السلوك ديالها عندما يقول ان إلى زائد ما لا نهاية، دونك ليميت، دونك نهاية متتالية. دونك إلا كانت متتالية مثلا نسميها يو ان، دونك باش كنرمز للنهاية ديالها ليميت ديال يو ان، دونك نكتفي فقط بهاد الكتابة هادي، أولا عندي كتابة أخرى ليميت ديال يو ان مع ان يقول إلى زائد ما لا نهاية، وهذه أكثر اختصار اللي غادي نشوفوها بواحد الشكل كبير في الامتحانات. نعم، دونك بالنسبة لي كريتير دو كونفيرجونس، يعني مصادق التقارب، مصادق شفنا عندي ثلاثة ديال المصادق، المصداق رقم واحد، مصداق جوج، والمصداق رقم ثلاثة. المصداق رقم واحد، إذا كان عندي واحد ثلاثة ديال المتتاليات يو ان و في ان و دوبل في ان، بحيث تكون يو ان محصورة ما بين في ان و دوبل في ان، و الشرط التالي تكون ليميت ديال في ان كتساوي ليميت ديال دوبل في ان كيساوي واحد عدد ال، كيساوي واحد العدد حقيقي ال. هنايا كنستنتج مباشرة أن الليميت ديال يو ان حتى هي كتساوي ال، هذا الكريتير رقم واحد. بالنسبة للكريتير رقم جوج، إذا كانت الليميت أو القيمة المطلقة
ديال ان ناقص ال اصغر من او تساوي في ان. و شرط ثاني ليميت ديال في ان كتساوي زيرو. مباشره كنستنتج بان الليميت ليميت ديال يو ان كتساوي ان. دونك عندي دائما جوج ديال الشروط و بيناتهم. الشرط ولا الكريتير رقم ثلاثة اللي هو المصداق رقم ثلاثة، إذا كانت ليميت اللي فيها جوج ديال الحوايج، إذا كانت يو ان صغر من في ان، وكان ليميت ديال في ان تنفير موال انفين، يعني إذا كانت نهاية متتالية في ان كتساوي ناقص ما لا، يعني الليميت ديال في ان كون ان تنفير بليس ما انفين كتعطينا موال انفين. في هاد الحالة كنستنتج بأن الليميت ديال يو ان تا هي كتعطينا ناقص ما لا. عندي في هاد الكريتير هذا حالة ثانية، هي إلا كانت يو ان أصغر من أو تساوي في ان، و ليميت ديال يو ان كتمشي بلوس لانفيني، كنستنتج بأن ليميت ديال في ان تا هي كتعطينا زائد ما لا. يعني لاحظوا معايا هنايا سي لوجيك، هنا لو بلو فور، هنا تكلمت على هذه وعلى هذه. إذا كانت يو ان أصغر من أو تساوي في ان، والليميت ديال يو ان كتساوي زائد ما لا نهاية. يعني كتلاحظوا معايا هنايا، إذا كانت صغيرة كتمشي بلوس لانفيني، إذا اللي كبر منها إلي بلو غابيد كتمشي بلوس لانفيني، سي لوجيك. يعني إذا كانت هذه كتمشي بلوس لانفيني، هذه غتمشي بلوس لانفيني، وإذا كانت كبيرة كتمشي موال لانفيني، راه اللي صغر منها إلي بلو غابيد كتمشي موال لانفيني. نعم. دونك هادو فيما يخص لي كريتير ديال لي كونفيرجونس. نتكلم على حالة أخرى، بعض المرات كنجي كنحسب غير النهاية، كيقول لي بين بأن المتتالية متقاربة، كنكون حسبت النهاية قبل منها. إذا كانت النهاية، هذا هو التعريف ديالها، إذا كانت النهاية ديال المتتالية يو ان، يعني ليميت يو ان كتساوي واحد عدد ال ينتمي الى ار، راه في هذه الحاله كنقول ان يو ان متتاليه متقارب. وإلا حسبت النهايه ديال يو ان لقيتها ما لا نهايه، كنقول بان المتتاليه فهي متتاليه متباينه. عندي دوك بروبريتي هنا باش نبين بان المتتاليه متقاربة، نقدر نستعين باش بالرتابة والإكبار أو الإصغار ديال المتتالية. هنا القاعدة رقم واحد كتقول لي سي، إذا كانت يو ان تزايدية و يو ان مكبورة مثلا بواحد العدد حقيقي غون تان، كنستنتج بان من هاد الجوج هادو نقول بان يو ان متقاربه. يو ان متقاربه، نعم. الحاله الثانيه، الا كانت المتتاليه تناقصيه و مصغوره واحد عدد بوتي تيرم مثلا 7 2 1 0 على حسب شنو عندك في المعطيات، راه كنستنتج كذلك بان يو ان متتاليه متقاربه.
دونك هادو سو سون دي كريتير تري امبورطون هادو كيجيو في الامتحانات الوطنيه بزاف عندك هادي وهادي غادي يحتاجوهم واحد الشكل كبير دونك الا بينتي بان المتتاليه تزايديه وكيجي في واحد السطر كيقول لك بين استنتج ان المتتاليه متقاربه يجب ان نقرن الرتابه اللي هي تكون فيها المتتاليه التزايديه مع مكبوره تناقصيه مع مصغوره إذا كانت المتتالية مثلا عندي واحد الحالات خاصة ديال كي أس أين نهاية المتتالية الهندسية اللي كتكتب على شكل كي أس أين يعني الأساس ديالها هو كي لا دونك عندي فيها بزاف ديال الحالات كي أس أين ليميت ديال كي أس أين يا اما كتعطي يا اما تعطينا مثلا عدد صفر يا اما تعطينا لانفيني يا اما غادي تعطينا دونك يا اما الزيرو يا اما بلس لانفيني يا اما العدد واحد يا اما ما كتوجدش كاع داز نوت اكزيست وقتاش الا كانت المتتاليه لا ليميت ديال كيو اس ان وقتاش كتعطينا زيرو الا كان كيو سي كيو محصور ما بين ناقص واحد و واحد إذا كان هذا العدد كيو محصور ما بين ناقص واحد و واحد راه الليميت ديال هادشي كلو كيعطينا شحال كيعطينا زيرو ما معنى ذلك الليميت ديال واحد على جوج كل أس أن غتعطينا زيرو علاش لأن واحد على جوج ما بين واحد ما بين ناقص واحد و واحد الليميت ديال ناقص واحد على ثلاثة لا ميم شوز الكل أس أن غادي تعطينا زيرو لأن ناقص واحد على ثلاثة محصور ما بين ناقص واحد و واحد وهكذا ليميت ديال كيو اس ان كتعطينا بلوس لانفيني الا كان كيو كبر من واحد الا كان كيو اكبر قطعا من واحد الا كان كيو كيساوي واحد راه ليميت ديالها غادي تجينا هي واحد ليميت ديال كيو اس ان كتعطينا واحد الا كان هاد كيو كيساوي واحد والليميت وقتاش ما كتوزنش الا كان كيو اصغر من او يساوي ناقص واحد دونك هذه مهمه جدا حتى هي واحد الواحد ينتبه معها اكثر نهايه المتتاليه كي اس ان دونك لا ليميت هنا يكون ان طون فير بلوس لانفيني عندي فيها اربعه ديال لي كا بارتيكولير كا اللي هو البلوز امبورطون هو هذا ديال الحاله الاولى والحاله كذلك ديال الثانيه دونك الحاله الاولى والحاله الثانيه هادو حالتين مهمتين بزاف نعم